مرحبا بكم مشاهدينا في صحافة اليوم، نبدأها معكم من هذه العناوين. صحيفة الحياة اللندنية، لقاء روسي أمريكي لبحث احتمال جنيف 2. الأهرام المصرية، إخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس نجليه. الوطن الليبي، اغتيال قاد مستقل في بنغازي. في صحيفة الوسط البحرينية نقرأ للكاتب جميل المحاري مقالة بعنوان ثورات الربيع العربي والحاجة للتجديد الفكري. جاء فيها أن هذه الثورات يجب أن تعمل على تصحيح الموروث التاريخي للأمة من التعصب والطائفية، إضافة إلى الإنتاج الفكري، وإلا بقيت أسيرة في خندق الجهل والطغيان والتخلف. حتى وقت قريب جدا كان العديد من المفكرين يعتبرون أن عهد الثورات والانقلابات العسكرية قد انتهى إلى غير رجعة، وأن على الشعوب أن تنتظر العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة لحين تطور مجتمعاتها وأنظمة الحكم المسيطرة عليها بشكل تدريجي حتى تصل إلى مصاف الدول المتحضرة والديمقراطية. اشتعال ثورات الربيع العربي أسقط هذه النظرية، حيث ثبت أن العديد من الأنظمة العربية وصلت لحد التفسخ التام وليس بإمكان أحد أن يصلحها. ومع ذلك ما حدث في أغلب دول الربيع العربي من حروب أهلية وطائفية وقبلية بعد أن تخلصت من حكامها، جعل البعض يردد بأن هذه الثورات لم تكن إلا وبالا على الشعوب وخطأ فادحا ما كان يجب أن يحدث، ثم كانت نتائجها أسوأ مما كان سائدا في عهد الحكام الفاسدين. ولذلك يجب على الشعوب الأخرى لا تسير في نفس هذا الطريق، وإلا فإن مصيرهم لن يكون أحسن حالا. وكما أن ثورات الربيع العربي قد أثبتت حاجة الشعوب العربية للحرية والديمقراطية والعدل، فإن هذه الثورات قد طرحت الحاجة الملحة لهذه الشعوب للإيمان بالمثل والقيم العليا للإنسانية كالتسامح والحب وحرية الرأي وحرية الآخر في الاختلاف ونبذ التعصب والطائفية والعنف. كل ذلك يحتاج إلى ثورة فكرية وتربية مختلفة عن ما هو سائد الآن وتصحيح الموروث التاريخي للأمة، وما دون ذلك هو البقاء في خندق العنف والجهل والتخلف والطغيان إلى الأبد. ملاحظات أولية حول تعثر الثورات العربية، مقالة للكاتب ماجد كيالي في صحيفة الحياة اللندنية، أوضح فيها أن ما قبل الثورات العربية ليس كما بعدها، فقد أدخلت هذه الشعوب إلى مسرح السياسة العالمية وكسرت قشرة الاستبداد الصلبة، وهذا ليس بالشيء القليل. ربما الأجدى رؤية التحولات الجارية والتداعيات المؤلمة والمعقدة في الثورات العربية باعتبارها جزءا من عملية التغيير ذاتها، وأن المشكلة لا تكمن في الواقع ولا في مجتمعاتنا فقط، وإنما تكمن أيضا في الصورة المتخيلة والجاهزة والرومانسية عن الثورات في إدراكات كثيرين منا. ما ينبغي إدراكه بهذا الخصوص أيضا أن الثورات ليست مجرد عملية انقلابية تغير في أشهر أو عام أو عامين تركة عميقة وثقيلة عمرها عقود أو قرون، فهي يمكن أن تسقط نظام حكم وطغمة حاكمة، لكن عملية التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ربما تحتاج إلى سنوات طويلة وربما عقود. وما ينبغي إدراكه تبعا لذلك أيضا أنه لا توجد ثورات ناجزة 100%، لأن عمليات التغيير لا سيما الاجتماعي والثقافي والفكري تحدث بطريقة تدريجية وبطيئة. وإلى هذا وذاك، ربما يفيد الانتباه إلى أن طريق الثورات مكلف ومؤلم ومتعرج، وأنه ليس مقدرا لهذا الانتصار حتما، إذ يمكن أن تتعرض لانتكاسات وتراجعات وانقلابات وانحرافات، وهذا حدث مع كل الثورات التي عرفتها البشرية في تاريخها. مع ذلك فما كان قبل هذه الثورات ليس كما بعدها، فهي كما أسلفت جلبت المجتمعات كفاعل إلى مسرح التاريخ وأدخلتها السياسة لأول مرة في تاريخها وكسرت القشرة الصلبة للاستبداد، وهذان ليس بالشيء القليل أو الثانوي. ذكرت صحيفة الحياة أن موسكو أعلنت أمس أن لقاء بين مسؤولين روس وأمريكيين بمشاركة المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي سيعقد الأسبوع المقبل في لاهاي، وذلك لتحضير العقد مؤتمر جنيف 2 الخاص بحل الأزمة السورية، في وقت بدأ مفتشو الأمم المتحدة مهمتهم للتحقيق من استخدام السلاح الكيماوي في 3 مواقع في سوريا.
وأفاد نائب وزير الخارجية الروسية جينادي غاتيلوف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن هذا الاجتماع سيعقد منتصف الأسبوع المقبل في لاهاي من دون أن يكشف أسماء المسؤولين الروس والأمريكيين الذين سيشاركون فيه أو الموعد الدقيق للمحادثات، علما أن غاتيلوف صرح الأسبوع الماضي بأن اجتماع جنيف 2 لن يعقد على الأرجح قبل تشرين الأول أكتوبر المقبل. الكاتب مشاري الذايدي في صحيفة الشرق الأوسط وصف التعامل الغربي مع كل من سوريا ومصر بالكيل بمكيالين، وتساءل كيف نفهم هذه الرخاوة الغربية بالتعامل مع الأزمة في سوريا في حين نرى الشدة منهم في مصر. نبقى مع الكاتب ومقالته التي حملت عنوان الأعور الغربي بين سوريا ومصر. جوهر الاستغراب للأسف الشديد إننا نرى أن الموقف الدولي تجاه الأحداث الجارية في مصر يتعارض مع مواقفها تجاه الأحداث في سوريا، فأين الحرص على حقوق الإنسان وحرمة دمه والمذابح التي تجري كل يوم في سوريا والتي أدت إلى قتل أكثر من 100,000 سوري ودمرت سوريا بأكملها دون أن نسمع همسة واحدة من المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان حسب ما تقضي به مصالحه وأهواؤه. أما الخراب الذي تعرض له الإرث الحضاري العريق للبلاد السورية فقد دقت كل الجهات المعنية حوله جرس الخطر، فحسب اليونسكو حذرت من تعرض الآثار الثقافية العظيمة في سوريا لخطر محدق إثر الحرب الدائرة هناك، حيث أشارت إلى أن منطقة السوق الأثرية في حلب قد احترقت تماماً وأن القتال أضر بمسجد بني أمية الذي بني في الفترة ما بين القرن الثامن والقرن الثالث عشر الذي يعتقد أنه يحتوي رفات يوحنا المعمدان، وغير ذلك من معالم التاريخ الإسلامية والمسيحية وما قبلهما. قارن هذا الدمار وهذا الخراب وهذا الاغتصاب لابجديات حقوق الإنسان في سوريا بالتصرف الغربي البارد والرخو تجاه هذه الانتهاكات الصارخة، ثم قارن بهذه الهبة العنطرية والتضخيم والتهويل ضد قيام الحكومة المصرية بمواجهة الفوضى بقوة القانون وبتفويض شعبي يراه الأعمى وبالحد الأدنى من المواجهة. كيف نفهم الرخاوة في سوريا والشدة في مصر؟ هنا حفرة الحيرة. في صحيفة أخبار الخليج البحرينية نطالع للكاتب إبراهيم الشيخ مقالة بعنوان مع اللاجئين السوريين في الأردن، وقف فيها على مشاهدته لمآسي اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء بالأردن والحالات الإنسانية الصعبة التي شاهدها هناك. أيام مؤلمة قضيناها وما زلنا وسط اللاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث يعيشون معاناة التهجير من الوطن ومعاناة اللجوء بكل ما يحمله ذلك المصطلح من عذاب وقسوة، معاناة الأمراض وفقدان الوالد والأم والزوج والزوجة والابن والبنت، مآسي فقدان المنازل وهتك الأعراض وإصابات البطش والعدوان التي أحالت أزهارا يانعة إلى أجساد مشلولة مقطعة الأطراف. زرنا مخيمات اللاجئين في الزعتري ومخيمات الحسين والزرقاء، فما وجدنا غير وجوه شاحبة تملأ تقاطع وجهها الفواجع والمآسي، لا تكاد تتكلم أمامهم عن البلاء والمحنة، إلا وجدت دموعهم تنهمر لتبكي أنت على إثر بكائهم. أطفالهم شاردو الأبصار تستشعر آلامهم ومصابهم، وماذا فعل بهم ذلك المجرم السفاح الذي أباد شعبه وحرقه وهجره وأورثهم الإصابات والإعاقات وأورث أبناؤهم اليتم ونساؤهم الترمل. سبحان الله، زيارة مليئة بالأسى والألم، لكنها على فجاعتها تعطيك جرعات من الأمل بأن الفرج قريب بإذن الله. برودكاست هي ليست حكاية ولا اثنتين، عشرات الحكايات التي سمعناها من أبطال الجيش الحر الذين أصيبوا بسبب القنص الغادر. عدد من الأبطال تمكن زملائهم بعد القنص من القبض على قانوسيهم ليكتشفوا أن المئات منهم إن لم يكن أكثرهم جنود إيرانيون، أما في الميدان فلا يجدون الجنود الإيرانيين ولكن شبيحة حسن نصر الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. الكاتب غازي دحمان اعتبر في صحيفة العرب اللندنية أن معركة الساحل ضرورية باعتبار أن الساحل شريك في الوحدة الوطنية ويجب أن يشارك السوريين معاناتهم، وعلى الأقل ربما يفكر النظام بوقف المذابح التي تستهدف المناطق الخارجة عن سيطرته كلما اقترب الثوار أكثر من إسقاطه في المنطقة التي يعتبرها معقله الأخير وملاذه أيضا.
لعل من أكبر أخطاء الجيش الحر والمعارضة المسلحة عموما اقتصار عملهما على مناطق معينة وإخراج المناطق الموالية للنظام أو ما يسمى بيئته الداعمة من خارطة عمليتهما، وهو الأمر الذي نتجت عنه بيئتان مختلفتان من حيث التأثر بارتدادات الحدث وعواقبه، وساهم تاليا في إطالة أمد الأزمة وازداد أفق حلولها. لا شك أن النظام استثمر هذا الأمر إلى أبعد الحدود ببقاء هذه المناطق الموالية له وبخاصة طرطوس واللاذقية. التفكير السليم باتا يقتضيان أن تشترك بيئة النظام بالمأساة ما دامت شركة بالوحدة الوطنية، فعليها تشارك بالنزوح والموت والتشرد والاعتقال والإخفاء وكل ويلات هذه الأزمة، ثم كشف منظومة الهيمنة الرسمية وتعريتها بأنها ليست ضامنة وحامية لبيئة النظام، إضافة إلى التخفيف من حدة القتل والإجرام التي يمارسها النظام وأدواته. هذا خيار وتفكير وطني، لأنه يقطع على النظام الخيارات التي باتت تزدهر في مخيلته كالتقسيم. أن الأوان لكي يشعر بعض عتاة النظام أنه لم يعد بمقدورهم تدمير سوريا والاحتماء بالجبال من أي عقاب. الوحدة الوطنية تتحقق بالعقل وبإدراك المصالح، وإذا لم تشعر بيئة النظام بأن من مصلحتها وقف هذه المذبحة، سيفرح سدنة النظام كثيرا بسذاجة الثورة. وإن بقيت دمشق وحلب تذويان تحت آلة التدمير الأسدي، فيما تستجم طرطوس على سواحل المتوسط، سنخسر كثيرا من وحدتنا الوطنية وكثيرا من مدننا ومدنيتنا. ليس ردا على الأحزاب القومية مقالة للكاتب صالح الجلاف في صحيفة الرأي الأردنية، انتقد فيها الاجتماع الأخير الذي حصل في عمان للأحزاب القومية العربية وتساءل كيف يرضى هؤلاء القوميين العربيين عن احتلال إيران لسوريا ومشاركتها في ذبح الشعب السوري الشقيق. كيف يمكن استساغة أن يقبل حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني بكل هذا التدخل الإيراني السافر القطر العربي السوري والمشاركة في ذبح شعب سوريا بدوافع طائفية وبحجة حماية مرقد السيدة زينب والمحافظة على قبر حجر بن عدي، في حين أن قادة هذا الحزب يعرفون أن إيران هي التي تحكم العراق فعليا، وأن مخابراتها هي التي دمرت العراق، وهي التي تطارد الآن المناضل عزة الدوري ورفاقه، وكل هذا بعلم ومشاركة أجهزة الأسد. وأيضا أن أحزاب هذا الائتلاف القومي لا تعرف أن الأسد اعترف بلسانه أن أعداد الذين قتلوا من أبناء الشعب السوري لا تتجاوز 70,000، فمن قتل هؤلاء يا ترى وقتل وجرح أضعافهم؟ ومن هي الجهة التي شردت السوريين من وطنهم كل هذا التشريد؟ أليس هي هذا الجيش الذي كان ذات يوم عقائديا وأصبح وللأسف طائفيا يقبل بأن يقوده قاسم سليماني ويوجهه حسن نصر الله؟ من الذي اختطف قبل فترة الأستاذ شبل العيسمي من لبنان؟ هل هو العدو الصهيوني أم رجب طيب أردوغان أم أحمد الجربة؟ أليس من واجب هذه الأحزاب اليسارية والقومية أن تسأل عن مصير هذا القائد البعثي الكبير؟ أليس من واجبها أن تسأل عن البعثيين الحقيقيين وعن المناضلين الفلسطينيين الذين أفنت أعمارهم سجون هذا النظام؟ ثم ألا تعرف هذه الأحزاب اليسارية والقومية أن هذا الجيش العقائدي يذبح الشعب السوري ويدمر سوريا؟ ثمة مسؤولان عن تفجير الضاحية الأخيرة، الأول قام بالعمل الإجرامي ولكن الثاني استحضره عن سابق تصور وتصميم. أفيقوا الكاتب علي حمادة ومقالته في صحيفة النهار اللبنانية مسؤولان عن تفجير الضاحية. قبل أن يتورط حزب الله بهذا الشكل الكثيف في سوريا كانت التهديدات الإرهابية للبنان أقل. هذه حقيقة لا يراد منها تبرير ما حصل في الضاحية ولا التقليل من هول الجريمة التي طالت مدنيين من بيئة الحزب، بل يراد منها الإضاءة على المسؤوليات الحقيقية حتى لو لم تعجب البيئة المعنية أو حزبها. عام 2006 أشعل حزب الله حربا لبنانية إسرائيلية، وكان سبق العملية تحذيرات مبنية على معلومات تم إبلاغها نصر الله شخصيا. في الفصل الحالي للأزمة اللبنانية بدأ تورط حزب الله في الحرب ضد الثورة السورية منذ اليوم الأول لاندلاعها، وعندما تورط حزب الله في سوريا
واجتاح قرى وبلدات ومدنا فتح على نفسه وعلى بيئته التي قام بعضها يوزع البقلاوة احتفاء باجتياح القصير. فقبل التورط الميداني للحزب في سوريا وعلى رغم كل الأحقاد التي زرعها في الداخل اللبناني مع البيئات الأخرى لم يكن هناك تهديد أمني يرقى إلى التهديد الأمني الراهن، فالصواريخ سقطت على البقاع الشمالي والضاحية فضلا عن التفجير الأول في بئر العبد، كلها حصلت بعد التدخل العلني وليس قبله. هذه حقيقة تستوجب محاسبة من فتحوا هذا الباب على لبنان واللبنانيين، لأن الاستنكار وحده لا يكفي. ثمة مسؤولان، الأول قام بالعمل الإجرامي ولكن الثاني استحضره عن سابق تصور وتصميم. أفيقوا. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من صحافة اليوم، أرجو أن تبقوا معنا. ليكون في الحسبة في كل يوم شيء وفي كل ساعة شيء وفي أي ثانية مزة. وهذا ما تعودنا عليه من نظام يبث الرعب والدماء في كل مدينة أو محافظة أو حي. حد أخفص إنه رسالتنا توصل لبقى، نحن عم نموت يا أخي. المنظر يا ليت هلا ما في حالة نزول، طلع على بيوت العالم، هي أبوي كارت يا شباب. الله مولانا ولا مولى له. يبقى التحدي والصمود ضد نظام لا يحترم حرية شعبه. أنا معكم محمد معاذ من قطاف العاصمة دمشق لأورينت نيوز. أهلا بكم من جديد، ولتعليق على أبرز ما أوردته الصحف العربية والأجنبية لهذا اليوم ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي دريد البيك. سيد دريد أهلا ومرحبا بك. بداية يعني اعتبرت أحد الصحف يعني أن الثورات العربية نجحت في كسر الاستبداد ووضعت نفسها في ساحة السياسات العالمية، وبالتالي يجب عليها تصحيح الموروث التاريخي للأمة من نبذ للتعصب والطائفية، وإلا فإنها ستبقى أسيرة التخلف والاستبدادي والجهل. يعني برأيك كيف تستطيع هذه الثورات بتغيير هذا الموروث التاريخي؟ يا أخي أنا لا أعتقد أن شعبنا هنالك أي سوء فيه أو يختلف عن أي شعب من شعوب العالم، لكنه طوال فترة الضغوطات التي مورست عليه من قبل حكوماته التي كان يعتبر أنها تكون وطنية والتي نشأت بعد عصر طويل من الاستعمارات، أعتقد أن هذه الحكومات قد أساءت الكثير لهذا الشعب لأنها اعتبرته غير مؤهل وغير يعني لم يصل بعد إلى سن الرشد من أجل أن يقدم نفسه، وبالتالي قدمت هي نفسها كطليعة لتلك الشعوب وكمفكر عن وكي يرسم علاقاته مع العالم. وبالتالي عندما تعطى لهذه الشعوب الحرية كما ظهر في الربيع العربي فإنني أعتقد أن شعوبنا ستكون قادرة على أن ترسم صورتها الحقيقية الحضارية. أهم شيء في الموضوع أن لا يكون هنالك أي نوع من أنواع يعني الوصاية على هذا الشعب من أي
من أي سلطة كانت، إن كانت سلطة سياسية أو دينية أو إلى آخره. فأعتقد أن هذا الشعب هو شعب وسط، شعب قادر على أن يتأقلم مع شعوب العالم ويمد يده للتعاون مع شعوب العالم وأن ينتزع حقوقه بالطرق يعني التي هي مكفولة بالأعراف الدولية، وبالتالي لن يكون هنالك أي مجال لأن يكون شعبا متعصبا أو يعني رافض للعلاقات الدولية على أساس الندية الكافية والشاملة التي تضعه على مستوى أي شعب راقي من شعوب العالم. طيب سيد دريد، إحدى الصحف أيضا رأت خلال الملاحظات أو الأولية للثورة العربية بأن عملية التغيير والإنجاز التي تتطلع عليها هذه الشعوب سوف تأخذ وقتا طويلا، يعني برأيك ما هي أهم الملاحظات التي تراها يعني تساهم في طول فترة الانتقال للتغيير المنشود من هذه الشعوب؟ يعني لا شك أن أي ثورة وحتى تجذر نفسها لابد أن تأخذ وقتا من أجل هذا، من أجل نصب هذه الجذور وتمديدها، وهذا كان شأن كل شعوب العالم الحقيقة، يعني بالشرق حتى الآن. وطبعا الشعوب أوروبا الشرقية التي تحررت تقريبا بحقبة التسعينات أخذت فترة لا بأس بها، رغم أن المسار الديمقراطي في معظم هذه البلدان لم يحصل فيه انتكاس كما يحصل الآن، إن كان في مصر أو في إلى حد ما في تونس، ولكن الواقع أن ذلك لا يمكن أن يكون ذي شأن في حياة الشعوب، لذلك يمكن أن تأخذ للشعوب العربية وقت أطول، خصوصا أن هنالك يعني أن عملية المساعدة من أجل الديمقراطية ليست كما بعض الشعوب الأخرى التي تلقتها من جيرانها الأوروبيين كما شعوب أوروبا الشرقية، لكن يجب أن نعطيها وقتها وأن بالتالي تتطور تطور طبيعي، بدل من أن يكون هذا التطور غير طبيعي وبالتالي نصل إلى منتج لا يتأقلم مع الحالة الراهنة الموجودة في البلد. قد يبدو هذا الكلام فلسفيا إلى حد بعيد، ولكن الوقت 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 مهم جدا لكبر ورعاية الديمقراطية، وكأنه طفل صغير يعني ينبغي عليك أن تعطيه الرعاية الكافية لكي يقف على قدميه. سيد دريد، يعني أوردت بعض الصحف عن لقاء روسي أمريكي يعني مرتقب بشأن الإعداد لجنيف 2، يعني السؤال هنا برأيك ما هو الهدف من جنيف 2 في ظل وجود طغمة حاكمة وهي النظام لا تريد أن تسلم السلطة لأي أحد؟ يعني هل تعتقد، يعني يتساءل أحدهم، هل هو هذا يعتبر طوق نجاة روسي جديد للنظام؟ يعني أنا لا أعول كثيرا على جنيف ولا أعول كثيرا على الجهود الدولية للخروج بحل كما يقال سلمي أو سياسي لهذه الأزمة، لأن هنالك طرفا قد أصم أذنيه تماما عن أي حل سياسي ومنذ البداية. وإذا كان هنالك من قائل يقول أنه على النظام الآن يريد أن يعني يقبل أو يقبل عن تفتق أي حل سياسي، أعتقد أن ذلك هو حلم وردي لا يمكننا تصديقه إذا أخذنا مجريات الواقع والأمور التي تحصل على الأرض. هذا النظام أصر على الجريمة حتى النهاية، أصر على قتل هذا الشعب حتى النهاية، لقد أباد قرى وأباد مدنا وأباد أبنية ليست تلك التي بنيت في عصره، لأن كل ما بني في عصره هو عبارة عن أبنية كانت تكبر من أجل أن يسرقها النظام، لكن كل ما بني حتى من عصر أجدادنا سرقه هذا النظام وخربه. أعتقد أن أمام سوريا يعني جهد كبير من أجل إعادة البناء، لكنه لن سيكون شيئا بسيطا جدا بالنسبة للثمن أو بالنسبة للجائزة التي ستتحقق من أجل التخلص من هذا النظام. نحن يعني هذا الشيء هو الأهم الآن، التخلص من هذا النظام الذي لا يريد أي حل سياسي. عودة إلى جنيف 2، أعتقد أن روسيا نعم تريد أن تنقذ النظام بشكل أو بآخر، تريد أن تفرض علاقته مع هذا الشعب وتريد أن تفرض على هذا الشعب أن يضع يده بيد المجرمين الذين قتلوه، لكن لا أعتقد أن هذا الشعب وثوار هذا الشعب قادرين على هكذا خطوة في هذه الوقت. نحن نريد حلا سياسيا، الشعب السوري الذي ثار على هذا النظام يريد حلا سياسيا، لكن هذا الحل هو أن
تعطى الكلمة للشعب وأن تعطى الكلمة للشعب ليس صوريا كما فعل النظام خلال 40 أو 50 عاما، إنما أن تعطى بشكل حقيقي للشعب. نعم سيد دوريد، هناك أيضا من رأى بأن إيران لم توافق على جنيف 2 إذا لم تعطى حصتها من التسوية. ما حصة إيران بالتسوية؟ يعني لا أعتقد أن سوريا واحدا يقبل بأن يعطي إيران أي حصة. إيران لديها مشاكلها، وإيران هي دولة يعني ليست على بال السوريين أبدا، ولا يمكن أن تعامل بعد وقفتها مع هذا النظام ضد هذا الشعب إلا أنها كانت شريكة بالجريمة هي وحزب الله. لذلك لا أعتقد أن لإيران أي مجال. كان لإيران مجال جيد في البداية لو أنها وقفت على الحياد، وقفت في المنتصف، لو أنها قالت أن هذا الشعب لديه الحق بأن يكون هنالك تحول ديمقراطي. لكن إيران بوقفتها هذه التي جذرت والتي أسست لوقوف طائفي بغيض لمسارات أو محاور طائفية بغيضة، لا أعتقد أن لإيران أي مجال في سوريا المقبلة. نعم، الغرب يتعامل مع الأزمة المتفاقمة بسوريا بوصف يعني وصفوه برخاوة، وفي حين يتعامل مع الأزمة المصرية بشدة بحسب طبعا توصيف بعض الصحف التي وصفتها أيضا بالكيل بمكيالين. يعني عن هذا التعامل المتناقض يعني كيف تراه؟ يعني علينا في البداية أن نقول أن مصر ليست سوريا. مصر حجمها كبير في العالم العربي وفي المنطقة. لذلك وبعدين مصر كان هنالك مسار يعني وافق عليه العالم كله على أنه مسار ديمقراطي وقد تم تحويله. كائنا من كان الوقوف الأوروبي باتجاه مصر، أعتقد أن الوقوف الأوروبي تجاه سوريا كان موقفا ضعيفا، موقفا مائعا، موقفا تراخى كثيرا أمام الرغبة الروسية. ولكن علينا أن نتذكر أن هذا هو الموقف نفسه عندما كان الصراع في بطن أوروبا، عندما كان الصراع في سراييفو في البوسنة والهرسك. لا أعتقد أن أوروبا قد تغيرت كثيرا من خلال تعاملها مع الصراعات التي تهدد كينونتها. أوروبا بكونها 25 بلدا تمثل فيه 25 حكومة، عليها أن تأخذ القرارات ليس بالأغلبية إنما تأخذها بالموافقة المطلقة. أعتقد أن هذا يشكل يعني عبء على السياسة الأوروبية من أجل أن تكون باتجاه ما وضد اتجاه ما. لكن الحقيقة العتب هو على الموقف الضعيف لأمريكا التي كانت يمكن أن يكون موقفها أقوى من ذلك بكثير، ويمكن أن يكون مؤثرا بالموقف الروسي إذا ما بصم قدمه. لكن بالنهاية وكما أقول دائما فيها على هذه الشاشة الكريمة، الموقف هو موقف الشعب. هذا الشعب الذي صمد أمام هذه النيران لمدة 30 شهرا، حتى اليوم 30 شهرا الشعب السوري يقصف بكل أنواع الأسلحة، ابتداء من الكلاشينكوف ونهاية بصواريخ سكود الطويلة المدى التي مداها 300 كيلومتر، والشديدة التدمير والبراميل التي اخترعها هذا النظام. أعتقد أن هذا الشعب هو الذي لن يقصف وهو الذي سيفرض إرادته. في نهاية في رصيد الشعب. يعني صحيفة الرأي الأردنية تساءلت إثر انعقاد يعني مؤتمر الأحزاب القومية في الأردن ومنهم حزب البعث، يعني كيف يقبل، يعني تساءلت إحدى الصحف كيف يقبل القوميون العربيون الاحتلال الإيراني لسوريا ومشاركتها بذبح الشعب السوري الذي وصفوه بالشقيق؟ ما تعليق؟ يعني أعتقد أن هنالك بهدلة عميقة حدثت في هذه الثورات العربية إلى شيء اسمه القوميين. أنا تربيت في بيت قومي، ويعني يؤمن بأن أمة العرب واحدة من شرقها إلى غربها. لكن تبين لنا أن حزب البعث بكل تقاليده وبكل كلامه كان يتحدث عن الديمقراطية والحرية فقط حديثا بالخواء، لا يملك أي أصالة في قلوب الذين يؤمنون بهذه الفكرة، وبالتالي تشرشحت هذه الفكرة إلى النهاية وتهلهلت. كان قتل يعني أنهيت في العراق، وأعتقد أن يعني وكنت أنا دائما ضد اجتثاث أي مجموعة سياسية بأي بلد، لكنها وئدت في العراق والآن تؤد على مساحة الوطن العربي وحتى في مصر وحتى في ليبيا. للأسف الشديد أننا أمة عربية لا شك واحدة، ولا شك أننا من المحيط الخليجي
الخليج، لكن ذلك بقي في عواطف ووجدان الشعب البسيط، لكن هذه الطليعة السياسية التي كانت تسمى نفسها طليعة تقدمية سقطت عند أول امتحان. طيب، يعني معركة تحرير الساحل ضرورية، التفكير السليم كما وصفت بعض الصحف والمنطق الإنساني باتا يقتضيان أن تشترك بيئة النظام بالمأساة، يعني ما دامت شريكة بالوحدة الوطنية بحسب تعليق أحد الكتاب، كيف ترى ذلك؟ يا أخي، أنا لا أريد لأي سوري أن يعيش في المأساة التي عاشتها حمص، والمأساة التي عاشتها دير الزور، والمأساة التي تعيشها حتى اليوم درعا وكل الوطن السوري وحلب أيضا. لا أريد أيا كان، حتى لأعدائي، حتى للإسرائيليين الذين اغتصبوا أرضي، لا أريد لهم أن يعيشوا هكذا مأساة، لأن هكذا مأساة هي يعني أن أكون راغبا بها حتى لعدوي، فأعتقد أن ذلك هو قمة الخروج من الإنسانية. نعم، معركة تحرير سوريا معركة ضرورية، أيا كان في أي بقعة كانت هذا التراب السوري الذي ما زال تحت يرزح تحت النظام. أعتقد أن أخوتنا في الساحل سنيهم وعلويهم وهنالك تداخل كبير لا يستطيع أي شخص فرزه. نعم، هنالك قرى علوية لكن فيها سنة، وهنالك قرى سنية لكن فيها علويين، وهنالك مدن أغلبها سنة لكن فيها علويين يعني بنسب كبيرة، والعكس صحيح. أن المعركة ليست في يعني إيصال النظام، إيصال حمم النظام إلى 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 عقر داره، لا أعتقد بذلك. أعتقد أن القضية هي قضية تحرير سوريا. طيب، ألا تعتقد أن من يقول بأن تحرير معركة يعني أو معركة الساحل لتحريرهم هي إجهاض لحلم الدويلة العلوية الذي يسعى الأسد بكل تأكيد للسير نحوها؟ يعني حلم الدويلة العلوية هذا حلم غير قابل للتطبيق، لأن الأسد ونظامه عاشوا على أن يعني يحلبوا خير 22 مليون، فإذا انتكسوا إلى دولة ب 2 مليون فما عساهم أن يفعلوا؟ كيف يمكن أن يستعبدوا ال 2 مليون الذين هم من يعني كما يقال من نفس طائفتهم؟ هذا النظام أعتقد أنه استخدم الطائفية بشكل عريض، لكنني أعتقد أن مقتله في الطائفية. إذا أراد أن يبني دولة طائفية فلا يمكنه أن يستعبد الناس، وقد تعود هذا النظام وقد عاش وقد نبت وقد تكون هذا النظام على استعباد الناس وعلى أن يسرق ما في جيوبهم. لذلك لا أعتقد أن حلم هذه هكذا دولة يمكن أن يعيش. من هو بالطائفة العلوية يرضى أن يكون عبدا لهذه العائلة؟ من هو بالطائفة العلوية يمكن أن يرضى أن يعطي أن يسرق من قبل هذه العائلة؟ لا أعتقد أن أحدا هنالك. نعم، لقد استخدم النظام الطائفة وغير الطائفة من أجل أن يسرق سوريا كلها، لكنه إذا انكفأ إلى حدود الطائفة العلوية فأعتقد أنه سيسقط أيضا. حتى لا نشكرك سيد دوريد، سأعود إليك بعد قليل للتعليق على بعض الصحف التي أوردت في صفحاتها الصادر اليوم عن شؤون عربية أخرى. في صحيفة الجمهورية اللبنانية أيضا نقرأ للكاتب عصام عبد الله مقالة بعنوان الغرب يحذر من عسكرة المجتمع اللبناني، والتي اعتبر فيها أن التحذيرات الغربية باتت كثيرة في الآونة الأخيرة من عسكرة المجتمع اللبناني، وذلك بسبب انعكاسات الأزمة السورية على لبنان وتعطش بعض الفئات لمواجهات عسكرية مع حزب الله على غرار ظاهرة الأسير. لا يخفي المراقبون الغربيون معرفتهم بتوجهات حزب الله وارتباطاته المحلية والإقليمية، وبأن قرار مشاركته في الحرب السورية أولا ثم توعده بمواجهة التكفيريين ثانيا، واستطرادا حديثه عن حرب استباقية تستهدفه، كلها تصريحات استهلاكية لحقيقة واحدة وهي دوره في مساندة النظام السوري لأنه المظلة التي حامته فترة طويلة. وبالتالي فإن المراهنة على أي تغيير في مواقف لن تكون في مكانها، بل على العكس تماما، فإن الحزب ماض في سياسة العسكرة. لكن المراقبين يتخوفون من عسكرة الساحة اللبنانية بكاملها ومن لجوء قوى متطرفة في المقلب الآخر من الساحة اللبنانية إلى انتهاج أسلوب العسكرة للحفاظ على موقعها ودورها، تماما مثل ما فعل الشيخ أحمد الأسير،
صحيح أن ظاهرة الأسير انتهت سريعا، لكن ظاهرة المماثلة قد تنشأ في أي لحظة في عدد من المناطق اللبنانية، حيث تصبح عسكرة المجتمع اللبناني عنوان المرحلة المقبلة. وفي هذه الحال لا يستبعد المراقبون لجوء قوى إقليمية إلى دعم تيارات مناهضة لتوجهات حزب الله في لبنان وفي سوريا، علما أن الساحة السورية المعارضة للنظام باتت متعطشة لمقارعة حزب الله، ولن توفر وسيلة لإيجاد موقع لها في هذه المواجهة كلما حققت تقدما ميدانيا. الحقيقة المجردة هي أن التدهور سيكون عنوان المرحلة المقبلة، والدليل على ذلك اختلاف الأوضاع اللبنانية منذ سنتين ونصف السنة، أي قبل اندلاع الأزمة السورية، والأوضاع التي يعيشها لبنان حاليا. وفي ذلك فارق كبير للذين يريدون أن يلاحظوا ويعتبروا. نطالع في صحيفة الجارديان مقالا لمحرر شؤون الشرق الأوسط بعنوان مجزرة الشرطة المصرية تثير مخاوف من اعتداءات جهادية، وقال بلاك إن مصر تعهدت بإلقاء القبض على المجموعة المسلحة التي قتلت 25 جنديا في سيناء أمس في حادثة قد تؤجج مخاوف من انزلاق البلاد في أسوأ أزمة سياسية وتوريطها باعتداءات شبيهة بحركة المجاهدين. وقال محللون سياسيون لمراسل صحيفة الجارديان إن من شأن هذه الأحداث جر مصر إلى أزمة سياسية كبيرة والعمل على انهيار هذا البلد. أضاف بلاك أن مصادر من القاهرة وصفت القتلة بأنهم من التكفيريين، وهو مصطلح يستخدم لعناصر من تنظيم القاعدة. ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قررت إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك خلال نظر أولي في جلسات محاكمته في قضية أموال القصور الرئاسية واستمرار حبس نجليه جمال وعلاء على ذمة القضية وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة. غاب مبارك ونجلاه عن حضور الجلسة بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد من جراء أعمال العنف والإرهاب، وحضر دفاعهم المحامي فريد الديب الذي أكد أن القضية ملفقة، وكشف عن مفاجأة أمام المحكمة بأن تقرير اللجنة حول القضية قدم بعد إحالة القضية للمحاكمة بتسعة أيام، وشدد على أنه سيكشف الحقائق خلال مرافعته. انتقد الكاتب ماهر أبو طير في صحيفة الدستور الأردنية على شيطنة الفلسطيني في الإعلام وخصوصا في مصر، واعتبر أن استضعاف الفلسطيني عربيا سره، إذ يراد للفلسطيني أن يبقى الكثير الذي يتصدق عليه الإخوة، وهذا يفسر أن بعض العرب لا يحتملون رؤية الفلسطيني مرفوع الرأس. في بعض البلدان العربية تتم شيطنة الفلسطيني، وهو جمل المحامل الذي يتم تحميله أوساخ العرب القومية وتوظيف مصيبته في صراعات كثيرة، وكأن الفلسطيني تنقصه هذه الشيطنة فوق ما فيه من مآس موروثة. مناسبة الكلام ما نسمعه هذه الأيام في مصر، إذ يتسابق الإعلاميون على شتم الفلسطينيين، وكل يومين يقال أن الأمن المصري ألقى القبض على فلسطيني في رابعة العدوية، أو فلسطيني في مئذنة يطلق النار على الأمن، أو فلسطيني أطلق صاروخا على الجيش في سيناء. فلسطيني سوريا والعراق تشردوا مرتين، مرة بسبب الاحتلال ومرة بسبب المراجل القومية، والدور المقبل على فلسطيني مصر. فلسطيني العراق في عهد صدام حسين تم اتهامهم بالمشاركة في احتلال الكويت ولعنهم الكويتيون، ومن أجل 500 مقاتل بعثي من جبهة التحرير العربية تمت معاقبة 500,000 فلسطيني بطردهم من الكويت باعتبارهم شياطين لا بد من عزلهم في جهنم الحمراء وباعتبارهم أساس البلاء، والمعروف كالعادة لا يثمر فيهم. لسنا من أنصار مظلومية الفلسطيني حتى لا تتحول إلى تجارة، لكننا لا نقبل أيضا شيطنة الفلسطيني ورسمه بصورة الشيطان في الدول الغارقة في أمراضها. استضعاف الفلسطيني عربيا سره، إذ يراد للفلسطيني أن يبقى الكثير الذي يتصدق عليه الأخوة، وهذا يفسر أن بعض العرب لا يحتملون رؤية الفلسطيني مرفوع الرأس أو معتدا بنفسه، إذ كيف يتجرأ اليتيم على إطالة عنقه أمام سادة القبيلة؟ الشخصية الفلسطينية مليئة بالعلل ولا أحد ينكر ذلك، غير أنها تبقى حالات فردية لا يجوز تعميمها على شعب بأكمله، وهي أيضا تستسقي عيوبها من ذات بحر العلل الذي يشرب منه بقية العرب، وهما هنا من أصل طيني مالح واحد، حتى نفهم أن العلة قومية جامعة.
نجدد الترحاب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي دوريد البيك. سيد دوريد، أنا بك من جديد. صحيفة الجمهورية يعني اللبنانية علقت بأن الغرب بات يحذر من عسكرة المجتمع اللبناني بسبب انعكاسات الأزمة السورية بطبيعة الحال على المجتمع اللبناني، وقد تكون ظاهرة الأسير كما وصفت بعض الصحف التي مضت هي مؤشر على نشوء يعني حركات وظواهر مماثلة. كيف ترى ذلك؟ يعني أعتقد أن حركة الأسير كان واضحا منذ البداية أنها كانت ردا على حزب الله، ولكن الأسير يعني لم يكن استراتيجيا كما هو حزب الله، وبالتالي انتهت حركته نهاية سريعة لحسن الحظ أو لسوء الحظ. أنا أعتقد لحسن الحظ، لأن الأخوة في لبنان لا يحتاجون إلى حرب طائفية أخرى لكي يثبتوا لأنفسهم بأنه لا يوجد هنالك علاج لاجتثاث الطائفة أو بالأحرى لخلق لبنان يعني هو طائفيا يعني يكون ليس فيه غير طائفة واحدة، لبنان نقي. أعتقد أن يعني أن موقف حزب الله على رعونته وعلى قدرته في سوريا يمكن أن يتعامل معه السوريون بشكل جيد، فليتركوا للسوريين التعامل مع حزب الله. نعم. في شأن آخر، إخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس نجليه، هذا هو عنوان صحيفة الأهرام المصرية. كيف تقرأ خبر إخلاء سبيل مبارك خصوصا في ظل هذه الظروف الراهنة التي تشهدها مصر؟ والله أنا كنت أتمنى في بداية هذه الثورة أن يتعامل الثوريون مع نظام مبارك على أنه يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن ذلك لم يحدث. أنا أعتقد أن نظام مبارك ومبارك شخصيا سيخرج من السجن، لكن هذه المرة على يد النظام الذي يعني غير وجه الثورة في مصر. كنت أتمنى أن يحدث ذلك في الأيام الأولى للثورة، وبالتالي يتم الحقيقة هؤلاء يعني هذه الثورة في قلوب الناس يتم تضميدها بشكل جيد. لكن يعني لا يمكن أن نتعامل مع رئيس دولة مع نظام ما زال موجودا بالطريقة التي تم التعامل فيها مع مبارك. مبارك يمكن أن إذا كان هنالك أي أموال تسترجع إلى الشعب، لكن عليه أن يبقى طليقا لأنه رجل حكم هذه البلد بأخطائه وبكل شروره. في بعض البلدان العربية سيد دوريد تتم شيطنة الفلسطينية، وهو يعني كما وصفه بعض الكتاب جمل المحامل الذي يتم تحميله أخطاء العرب القومية وتوظيف مصيبته في صراعات حقيقة كثيرة. هذا ما علقت عليه صحيفة الدستور الأردنية. يعني لماذا برأيك يتم شيطنة الفلسطيني إعلاميا، وهذا نلاحظ أنه بات ينعكس أيضا على اللاجئين السوريين؟ يعني سيدي، نحن شعوب ما زال ينقصها، وبالأحرى رزحت فترة طويلة تحت حدود التقسيم، فنحن كمصريون نحن الأعلى، ونحن كسوريون نحن الأفهم، ونحن كسعوديون نحن الأفضل، وكذلك الكويتيون وغيرهم. وعندما تحل مصيبة في بلد ما يصبح السوري الضيف على اللبناني هو العبء، ويصبح السوري الضيف على الأردني هو ما يصنع كل المشاكل في الأردن بقضها وقضيدها، وعندما يكون ذلك في مصر فالسوري والفلسطيني هو المستهدف. أعتقد أننا كشعوب عربية يجب أن ترقى وتتعايش مع بعضها وتتعامل مع الجريمة بحدود الجريمة وليس مع تعميمها على الشعب. طبعا هذا موجود بكل دول العالم، يعني هنالك شعوب تتحمل وزر جريمة واحدة أو جريمتين يقوم بها فرد من تلك الجنسية وهذا، لكن أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة علينا أن نتعلم الكثير من أجل أن ننطلق إلى المرحلة الأرقى، وهي مرحلة التعامل مع الإنسان وكأنه إنسان. الكاتبة الصحفية سيد دوريد البيك، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات والتحليلات. في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا، ذكرت صحيفة الوطن الليبية في عددها الصادر اليوم أن مجموعة مسلحة اغتالت في مدينة بنغازي القائد المتقاعد مفتاح محمد شقيم الخفيفي بعد صلاة الفجر. يذكر أن القاضي مفتاح الخفيفي مستقيل منذ فترة ولديه مكتب محاماة. في صحيفة البيان الإماراتية استهلت افتتاحيتها اليوم بملف المصالحة الفلسطينية، ورأت أن كلما اقتربنا من المصالحة نعود خطوة للوراء بسبب التصريحات والتصريحات المضادة من الأطراف رغم طوق الشعب الفلسطيني لإنهاء حالة الانقسام العبثية.
تبدو خطوات المصالحة الفلسطينية الداخلية اليوم رغم كل الآمال لا سيما الشعبية المعلقة عليها غير مبشرة في ظل تراجعها يوما بعد يوم، لا سيما مع ارتباطها مؤخرا بالمشهد المصري وما يشهده من تطورات وخاصة في سيناء ومناطق الحدود المصرية الفلسطينية في قطاع غزة. فمن جهة ترتبط المصالحة بشكل وثيق بالوسيط المصري الذي يرعى إتمام الاتفاقات المبرمة بين حركتي فتح وحماس، والذي ينشغل الآن بأحداثه الداخلية أكثر من أي شيء آخر، كما أنها تتأثر بشكل ملحوظ بتراشق الاتهامات المتبادلة بين الحركتين بشأن إثبات أو نفي تورط أي منهما في أحداث مصر. تصريحات وتصريحات مضادة، تعجل الجميع بمن فيهم أنصار الحركتين في حيرة من أمرهم حول أي من الطرفين هو على صواب وأيهما على خطأ. ولكن الشيء الذي لا حيرة فيه لا سيما للفلسطينيين هو أن جميعهم يتطلعون إلى إنهاء الانقسام وعودة اللحمة إلى صفوفهم للتفرغ لقضية نضالهم وصمودهم في وجه الاحتلال، بعيدا عن التجاذبات الداخلية التي تشتت شملهم وتنخر قواهم. إلى رسوم الكاريكاتور. إذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية صحافة اليوم، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى لقاء آخر بحول الله.